هل يمرض الأنبياء؟ نعم، قد يمرض الأنبياء، بل مرضهم أشد من مرض غيرهم. يا رسول الله، أراك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. وقد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وسقط أيضا من على فرس وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام. ومرض النبي في مكة أيام ليالي فلم يقم الليل، فقالت امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.